على راديو كاب اف ام. حراير تونس، رايكم يبدل. الماضي ثلاثة ونحكيه شوية على منتدى المهن 2024 اللي باش تكون فيه على ذمة صغيراتكم محاضرات ورشات حوارات مع أصحاب المهن باش تلقاو من خيرة الخبراء والمستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني. سعيدة جدا اليوم ينوروني زهورة برشا زهور الربيع. البلاتو اليوم سبيسيال نولي فام، هو نولي فام الكل ننسى في البلاتو لهنا. دونك سعيده جدا بحذية ايمان اسماعيل منسقه الظاهره، اهلا وسهلا. عسلامه، نورتنا. كيف كيف قبل الجيبسي العدوز من فريق التنسيق، اهلا وسهلا. يعيشك بارك الله فيك. باهي مدام هيلا، كنت قربنا شويه لك الميكرو هذاك. هيلا الشبعان مستشاره في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، مرحبا بك. وبيك يعيشك ومرحبا بالكل. شكرا لك. دونك منتدى المهن 2024 اللي اليوم يسهل برشا على اطفالنا وعلى تلامذتنا اللي يقراو في المستويات اللي تشملهم التوجيه اللي هو ينطلق من الاولى ثانوي. نبدا معك مدام ايمان، نحكيو شويه على هالتظاهره هذيا، كانت حطنا في الاطار. يعطيك الصحه نرمين، يعطيكم الصحه. مرحبا. ان شاء الله تكونوا معنا لو بروميير ان شاء الله. واحد مي اللي هو عيد الشغل، اما احنا اخترنا انه الشغل نحتفلوا بها بطريقه اللي كيفاش يلزمنا نخدم. معناتها هو باش يكون عيد الشغل، اما باش نكرسوا منتدى المهن، باش نكرسوا جوستومون قيمه العمل، قيمه الاخذ بالاسباب، وباش يكون دونك منتدى المهن الحمامات 2024 في دورته الثانيه. وهي فرصه باش تكون احنا متاكدين بعد نجاح الدوره الاولى، واحنا زدنا دعمنا البرنامج باش يكون منتدى باش ينجم اللي يحضروا فيه فرصه باش يكون يغيروا حتى نظرتهم للحياه، مساراتهم هما التلامذه وعائلاتهم. وكما قلنا معناتها هذا ما كان نجم يكون كان ياثر على المجتمع. ابسوليمون. المنتدى في دورته الثانيه يصير بصفه دوريه. المنتدى نتاع الحمامات عنده خصوصيه، منتدى المهن خصوصيته انه خاطر منتدى المهن ككونسيبت موجود وحنا الكل ما تحضرين موجود اكثريه وحنا نعرفوه في مؤسسات خاصه لتلامذتها، تجيب لهم المهنيين فرصه باش يعرفوا قبل حتى من الباك وغيره التوجيه باش يحضروا رواحهم. البيوت انه مش نهار التوجيه وقتا يكونوا فما نظره استباقيه استشرافيه. اكيد. دونك بالنسبه للمنتدى المهن هذا باش يكون في مؤسسه عموميه اللي هو اللي ساعات في الشيب، ومش كانت تلامذه المعهد اللي هما باش يستفادوا منه، اما تلامذه معهد الحمامات الكل. معناتها الفرصه نفسها باش نوفروها لتلامذه معهد الحمامات الكل من السنه الاولى للبكالوريا، باش يحتضنهم المعهد بالاطارات نتاعو بالتلامذه اللي يكونوا في التنظيم. اللي باش ياثوا زاد كفاءات من الجهه، الخصوصيه انه كيف معناتها هو تحت اشراف مندوبيه التربيه، صحيح مشكوره، وحنا كنا في تنسيق معناتها حاضره معنا مدام هاله مع السي قيس وكل في المندوبيه، ما زاد مع مندوبيه التكوين المهني والتشغيل، المندوبيه الشباب والطفوله حاضر معنا في جانب، ومندوبيه السياحه الفلاحه الكل محاضرين. دونك احنا شكون ينظم المنتدى تحت اشراف المستشارين نتاع الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، مستشارين نتاع المهني. نعم. هما المجتمع المدني، هذه الخصوصيه في الحمامات اللي هي البوان فور نتاعنا اللي نخدموا بعضنا هدف واحد. دونك في التنظيم فما جمعيه ليو كلوب، الجات، الكشافه، جمعيه سفيرات الحمامات، التربيه البيئيه اللي خدمت على ديجا بروجي في ديجا في جمعيه سينت المدينه اللي احتضنت حتى الجلسات التنسيقيه. باش يكون برنامج متنوع مدروس. احنا على ضوء الدوره الاولى هي بدات كيفاش بفكره، وهي ديجا فكره جات هي كمستفيده في اقبال التليفون. بس حاولوا ديما نخليو التليفون سيلونسيو، بس شوف لنا التليفون مدام ايمان. يلا نمشي معاك مدام قبيل. مدام قبيل يلا كل نكونوا معاك في النقطه هذه، ناخذوا فكره على البرنامج، برنامج منتدى المهن 2024 اللي باش يكون نهار الاربعاء 1 ماي بالمعهد الثانوي عاطف الشيب بالحمامات. يلا تفضل. مشكورين. البرنامج
دونك احنا اول حاجه بدينا البرنامج باش نزرعوا الامل في تلامذتنا ما نحبوهمش يقراوا دون لابسولو يبنيوا مشروع. البرنامج باش يكون نستقبلوا ان شاء الله في المعهد الثانوي بعطف الشايب الحمامات 8:30 ان شاء الله التلامذه تلقاهم مسجلين عن بعد ديجا بالانترنت نستقبلوهم نعملوا فيريفيكاسيون باش لاساميهم وكل شيء من بعد نوليو 9 تبدا البلانيير نتاعنا حتى كشي العشرة غير ربع فيها نعرفوا بالتظاهره ونزيدوا نفسروا المزيد للتلامذه وعن الاولياء زاد مستدعيين. بعد عندنا تحيه العلم بما انه فما اكاديميه الجيش وتبارك الله وان شاء الله ياكدونا الحرس والواحد وكل شيء باش نعملوا تحيه العلم وعيد الشغل بالطبيعه نحترمه. بعد العشرة يبداوا المحاضرات فما محاضرات اذا هي تدوم المحاضره 20 دقيقه عندنا تبارك الله متطوعين معنا كفاءات لحد الان قريب ال 50 متطوع يعني 50 مهنة مختلفة تجمع تقول. وبعد في المحاضرات هذوما اون باراليل اللي يا دي زاتولي فما لي زاتولي هذوما اللي اعرض ذاتك يوليو دونك يعملوهم دي تيست كيما نقولوا بسيكو تكنيك ولا حاجه كيما هكايا هما عندنا متكونين في الميدان هذا ويعني اختصاصيين باش ينجموا يطلعوا يعرفوا التلميذ وين ينجم شنو المهنه اللي تمشي معاه شنو عنده البوان بوزيتيف البوتنسيال اللي عنده. وخلال الفتره هذه الكل فما دي ستاند فما كاين معرض صغير فيه الجامعات بالجهه فيه المستشارين معانا اللي مندوبيه مشكورين وكل شيء مثلوا باش يوجهوا التلامذه والاولياء زاده. عندنا مراكز التكوين اللي موجودين بالجهه الكل باش يحضروا لانه مش احنا الاوبجيكتيف نتاعنا عمره ما كان شهاده الباك هو عندك شهاده باش تخول لك باش تخدم بعد الباك ولا قبل الباك ديما فما امل ديما عندك فما افاق دونك هذا هو مراكز التكوين زاده حاضرين معانا مشكورين. هذا هو يعني شي يكون البرنامج بعد ماضي ساعه يعني عندنا حفل الاختتام حفلة الاختتام فما نقطة مهمة جدا اللي اليوم باش نحكي فيها مع مدام هلا شبعان مرحبا بك مرة أخرى. دونك التوجيه الجامعي والتوجيه المدرسي وفما نقطة أشارت لها مدام إقبال أنه الشهادة تنجم تكون قبل الباك ولا بعد الباك خاطر عندنا كل عام نمبر كبيرة نتاع خلينا نقولوا احنا منقطعين على التعليم. خليني أخذ معاك قبل كل شيء فكرة على التوجيه الجامعي صافا فما مواد أبار ساخا نحكي شوية على التوجيه المدرسي اللي هو الجامعي جاي بعد الباك ان شاء الله تعاود تحضر بحثنا ونحكيو اكثر على التوجيه الجامعي بكافه تفاصيله بالشعب والمختلفه اللي موجوده في مختلف الجامعات. التوجيه الجامعي اللي هو يبدا في السنه الاولى الثانوي انا نخير نقول المشروع هو صحيح التوجيه معناها يبدا في السنه الاولى لكن هو التلميذ يبدا يرسم في مشروعه مشروعه مهني ومشروعه شخصي وهذه احدى مهامنا احنا كمستشارين في الاعلام والتوجيه نتبع مندوبية نابل بما أن طبعا مثل نابل لكن احنا إطار يتبع وزارة التربية به الرافق والتلامذة في بناء مشروعهم قدر الإمكان. المحطة الأولى تكون في السنة الأولى الثانية في السنة الثانية تختم بشهادة بكالوريا إذا كان كمل بكالوريا ثم توجيه جامعي كما تفضلت وذكرت أو كما قالت مدام قبيل في الأثناء فما تلامذة عندهم ولاد أخرى ربما لا تستهويها الشعاب الموجودة خاطر احنا بخيتوم عندنا هيكلة محددة في التوجيه المدرسي يا يلقى فيها روحه التلميذ يا ما يلقاش. إذا هنا مشكورين معناها كيف أنا ديما نحيي كل ما هي مبادرة وبالخصوص كي تبدا نابعة من المجتمع المدني لأنها نابعة من حاجة دونك هنا معناها ما اكتفوش بمندوبية التربية دونك فما الإدارة الجهوية للتكوين المهني فما السياحة فما الفلاحة هكاكا بالطبيعة والأسلاك الدفاع المدني وكل باش يغطيو تقريبا كل ما نسميه بعالم المهن. نشير ولو باقتضاب انه احنا توا في الاسبوع هذا في خضم التوجيه المدرسي توا المنصه مفتوحه والتلامذه تسجل صحيح لو بروميير مي التلميذ من المفروض يكون عمل اختياره لكن راهي هذه المحطه الاولى احنا عندنا توجيه تمهيدي ثم نهائي يعني التمهيدي قد يتحصل على اللي يحب عليه قد ما يتحصلش بالضبط دونك عنده فرصه للاعتراف هو كيف كيف يكون عبر المنصه اللي تدرس هذه الفرصه في المجلس التوجيه النهائي في جوان دونك المنتدى هذايا قد اذا كان يعترض اذا كان عنده فكره ما يتحصلش على اللي يحب عليه يزيد يجي يشوف ويزيد يفهم الا ندرى اختياره هو ساعة كان صحيح ولا خطا على كي ترفض مش معناها هو بالضروره غلط او هو راهو صحيح والا ربما زاد كان اختار اختيار وتراجع عليه دونك يكون على اسس مبنيه صحيحه
مش خاطر الرغبة مهمة، لكن زاد الرغبة والقدرة. ومدام قبيل قالت كيف كيف يوغا دي زاتوليي اللي باش يكون فيهم اكتشاف الذات، وهذا مهم جدا، وباش يتلاقى مع المهنيين، تكون عنده فكرة أوضح. وتختم هذه المراحل كلها غدوة إن شاء الله بالبكالوريا للي يواصل ويتحصل عليها، ووقتها يولي إن شاء الله عنا حديث آخر في التوجيه الجامعي. أكيد جدا هذه يكون بعد. وفما حاجة أخرى ما نعرفش باش يشوروا لها جماعة، مساش نسبقهم أنا، أهمية أنهم معناها تلامذة الليسي هما اللي ينظموا، هما أعضاء فاعلين في التنظيم. هنا يجي دور الحياة المدرسية. هذه نحكي في بعض الأخبار بعد، لأنه يعني ودهمنا وقت الأخبار حقيقة بعد موجز الأخبار. نحكي في بعض تفاصيل البقية. المنتدى المهن بالحمامات تصاغ من الأول بصفة تشاركية، دونك الأطراف اللي احنا حاضرين أنا تو مدام قبال، ما احنا في الهيئة المصغرة اللي بدات معنا سي صابر والقيبسي ومعز وسي معز العاكف، اي من بعد التحق بنا، دونك عندنا شباب اللي هما سي محمد سي صادق ميمي اي زبير الشعباني، هذوما كانوا معنا من أول دورة، وكل مرة الفريق يتطعم كما قلنا حتى باش نوصلوا للتصور هذا نتاع منتدى المهن 2024، ان شاء الله يكون عنده اكثر حتى نجاح. احنا الحمد لله معناتها الدوره الاولى كانت ناجحه برشا، كانت فما برشا امباكت، معلومه كانت متوفره، وان شاء الله المره هذه باش يكون عندنا اكثر مراكز ومع الفريق يعني اليوم خلينا نقول احنا الفريق المنظم والفريق المشارك وتشاركي كبر وتسع، وهذه الكوليكا ممكن لنجاح الدوره الاولى. كما قالت تلامذة المعهد اللي معانا، فما أربع نوادي في المعهد اللي فين معانا في الفاز الكل، كنشوفوا حتى على الباج متاع الإيفينمون فوروم دي ميتي حمامات، تشوفوا لمسة جمالية هذيك راهي متاع الشباب، متاع الشباب نعرض عليها طلع بعد شوي بالميديا لين في الاستقبال. واضح مادام هنا مازلت عندي ما نحكي معاك بعد موجز الأخبار، نرجع في هالمصافحة الطيبة. يلا دقائق وراجعين. مازلنا اكيد جدا معكم بعد اخبار، نواصلوا في الجزء الثاني للقائنا لليوم. كان عندكم اسئله انتم تخليوه لنا في كومونتير على الستريمينغ اللي موجود توا على باجنا راديو كابا فيم، واكيد جدا من خيره الخبراء اجابات الكل تكون بعد شويه مع بعضنا.